السلام عليكم كيفك استاذ هاني بتمنى تكون باحسن حال سؤالي لك هو انا بشتغل افلييت ماركتر لطبيب اسنان فانا اللي راح انه بدي اساوي موقع محتوى وبدي اساوي قناه يوتيوب مشان انه يعني نروج ونزود الفاليو تبع عياده الاسنان نفسها سؤالي هو هل تنفع طرق التسويق الثانيه اللي نحن تعلمناها منك بكورس الفيسبوك او بالكورسات الثانيه انه نساوي مثلا اعلان فيسبوك موول في سكويز بيج نقدم له فيه هديه معينه مشان ناخذ الارقام وناخذ البيانات هي نستخدمها بانه نروج له ولا هذا الموضوع حيكون مبتذل لدكتور اسنان وسؤال انه هو برايك انت الشخصي شو احسن شو احسن طريقه لنسوق فيها لطبيب لطبيب اسنان بس وبتشكرك وان شاء الله بتمنى ترد علي باسرع وقت ممكن okay. بسم الله الرحمن الرحيم السؤال 310 في اسكاني من هان حسين دوت كوم شكرا اخي على سؤالك. طيب الطبيب شوفوا يا جماعه دائما لما نعمل اي اي كامبين او نفكر باي حمله اعلانيه بدنا نعملها تمام لازم لازم نفهم عميلنا كويس، لازم نشوف عميلنا ايش درجه وعيه تمام؟ في كورس السيلز فنل انا شرحت كثير عن موضوع مرحله الوعي لانه فعلا إشي مهم لازم افهم هو عميلي هذا اللي انا بدي اعمل الحمله علشان اجذبه علشان أخ يعني اخليه يدخل معي بالحمله الاعلانيه ايش هو الوعي تبعه ايش وعيه ايش الامور اللي اللي بفكر فيها او اللي بيثق فيها او اللي بيصدقها او لازم اكون فاهم عميلي مزبوط صح هلا بشكل منطقي الطبيب بيدخل في 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 الامور اللي تعتبر يعني خطيره او بلاش اسميها خطيره ممكن اسميها مهمه بالنسبه للناس، صح؟ فالناس بتحب تروح دكتور تكون واثقه فيه، تكون عارفه انه شاطر، تكون صح، وحتى لو 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 شفناها بتلاقي مثلا الواحد لما بده يروح على دكتور معين او بده بده مثلا يروح على اختصاصي معين تلاقيه بيحكي مع اصدقائه. الو علي محمد بتعرف دكتور شاطر في كذا بتعرف صح هيك احنا بنعمل ليه لانه احنا بهمنا ما نروح نمشي في الشارع واي دكتور نجيب منه صح مش زي السوبر ماركت مش زي المول لا طبيب في مرض في عيادة في صح فعميلي في هذا الحالة عميلي يعني بيتطلب وعيه انه احنا نفكر بهذا الموضوع صح وبالتالي لما تيجي تعمل حملتك الإعلانية الآن الموضوع صار إنه ماشي إذا لازم نعمل حملة هاي الحملة تظهر الثقة تظهر الشطارة تظهر إنه أنا عيادتي حلوة عيادتي نظيفة عيادتي فيها ناس كثير بيجوا تظهر بعض التستيمونيال من الناس تظهر مثلا انه سوشيال بروف في ناس كثير بيجوا تظهر مثلا انه انا مش حتستنى كثير تظهر وكذا 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 بالاشياء الحلوه المهمه اللي انت شايف انه بتهم عميلك تمام؟ طيب هاي الامور كيف بدنا نظهرها بالحمله الاعلانيه؟ هون هون الفكره الان تبدأ لو انت بسوق اخر كان ممكن اقول لك انت مش محتاج تعمل اللي حكيته انت محتاج فعلا تعمل فانل وبس فانل فانل اعلانات تجيب ناس المعين أه تشوف ايش الاشي فعلا اللي بهمهم تعطيهم اياه مقابل داتا معينه بعدين تبدا تحكي معاهم مراحل الشراء الى انه يصير فعلا يعني عميل عندك ويكمل معك العمليه تمام ولكن في موضوع الطبيب اللي هو حكينا موضوع في يعني أهمية يعني قصوى بالنسبة للناس فهنا الموضوع يختلف شوي أنه يعني لازم نعمل فيز مرحلة قبل مرحلة الفانيل اللي هي مرحلة بناء الثقة مرحلة الأثورتي مرحلة الأشياء اللي حكيت لك إياها إظهار الأشياء اللي اللي عميلي أنا عارف إنه بده إياها صح وبالتالي تبدأ تعمل حملتك بإظهار هاي الأمور اعمل فيديوهات خلي الدكتور يطلع يتكلم عن الموضوع اللي هو متخصص فيه ويساعد الناس ويشرح لهم ويحكي لهم ليش بصير كذا وليش بصير كذا وايش المفروض يعملوا ايوه هو هيك طبيب اسنان يطلع يحكي عن الاسنان يطلع عن يحكي مثلا الناس المهتمين في في مثلا الهوليود سمايل كيف بيعملها وايش المواد وايش تاثيراتها وايش السلبيات وايش الايجابيات يطلع يحكي مثلا عن لما الواحد مثلا اذا حس انه لثته ملتهبه ايش يعمل يطلع يطلع يطلع, يطلع. وهم بقى يعني ما, ما, بدي احكي عمري بس فعلا وبالوطن العربي ولا مره شفت طبيب طالع وبيحكي هيك للاسف يعني تمام ودافع وعامل حمله وعامل اعلان ما فيش فحتكون فعلا شيء رائع لو انت عملت هيك تمام هلا بنفس الوقت برضو انت عارف انه عملائك مهتمين انه زي ما حكينا بالاشياء الثانيه هل في ناس بتروح هل في ناس مبسوطه في تستمونيال هل في العياده شكلها حلو هل العياده بمنطقه كويسه هل العيادة فيها مصفات سيارة تحت شوف لأي درجة فهاي الأمور كلها بينها اعمل فيديوهات لها اعمل فيديوهات تظهر العيادة اعمل فيديوهات آراء ناس الناس عندك بشفوتوا بيطلعوا معلش جيب واحد أو واحدة أو السكرتيرة عندك تكون برا وبكاميرا الموبايل وتطلب من الناس تقول لهم بدنا تحكوا لنا كلمتين حلوين عن الدكتور يعني في ناس حتقول لك اه في ناس حتقول لا انا معك بس في ناس حتقول اه ما في اي مشكله صح فهاي الاشياء كلها بتعمل الفيز الاول اللي احنا بدنا اياه اللي هو الاثوريتي الثقه الناس تحس انه ايوه انا 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 فعلا مش محتاج احكي مع صاحبي يوصيني فيه خلاص انا شفته بعيني هذا كويس كويس وفاهم وشاطر وكله تمام طيب هلا لو فضلنا نعمل الفيز الاول لحاله حتحس انه انت بتعمل حملات اويرنس تعمل كامبينز بتكون هدفها اويرنس انه انا يا جماعه انا موجود اعرفوني اه اعرفوا وين عيادتي اعرفوا كذا وهذا على فكره كثير شركات وسمول بزنسز مثل مثلا الاطباء وغيره بيعملوه لكن المشكله انه بيعملوه وبس يعني بس وهذا اللي بيعملوه وبيجيب نتيجه ايوه لكن احنا او انت ك كماركتر يعني محترم كماركتر لعيب تمام المفروض ما توقف عند هذا الفيز هلا بتنتقل للفيز الثاني اللي هو الفيز الثاني اللي انت حكيته الفيز الثاني هون عندنا الفانل فبدك تبدا تبني فانل تعمل لاندنج بيج تعمل اعلانات الناس اللي شافوا الفيديوهات السابقه يظهر لهم الاعلان ري هذا الاعلان بفوتوا ببادلهم بشيء مثلا ممكن كشف مجاني مثلا جلسه مثلا ممكن مش عارف تعالوا يوم الاربعاء ويوم الاربعاء في كذا بعرف يعني انت اقعد مع الدكتور واتفقوا على على شيء معين ممكن تبادلوه مع الناس مقابل انهم يعطوكم رقم التليفون ممكن مثلا بلاش تعطوهم شيء ممكن مثلا يكون مثلا استشاره على التليفون ممكن مثلا استشاره على الواتساب تمام ممكن مثلا تعمل ابلكيشن تطبيق على الموبايل وتقول له التطبيق هذا نزله من هون وطبعا لما ينزله بفوت عندك على الداتابيس ففي كتير افكار انت اقعد مع الدكتور تبعك وحتلاقوها يعني تمام؟ فهو هيك هو دخل الفانل الان يبداوا نحكوا مع بعض، يحكوا مع بعض، يحكوا معهم، الدكتور يحكي مع العملاء تبعينه لو العميل عنده مشكله حيبعث للدكتور بلاش الدكتور الاسيستنس تبعت الدكتور بلاش الدكتور تمام؟ على الواتساب ترد عليها تمام؟ مره على مره بصير خلص يعني يعني هذا هذا فعلا اللي بيصير معنا يعني اللي هو انا هذا الزلمه برد علي، هذا الدكتور شاطر بهالتخصص وبرد علي وما أصرش معي. ففي مبادئ اقناعيه خلص انا حطيتها بالعميل مبادئ مثل مبادئ التبادل، مثل مبادئ السوشيال بروف، مثل... حطيت عنده مبادئ اقناع، اللي منكم قرا كتاب بريسويجن حتشوفوا فيه ست مبادئ اقناع احنا عملناها بهاي الفتره اللي بحكي عنها. ف... فهيك انت ببساطه الان انت حطيت مبادئ اقناع فيه وبالتالي لما يجي فعليا الان فعليا بده يدفع على شيء بده يعمل استشاره بده بده يشوف دكتور هو او حدا من عيلته او حدا من اقاربه شوف شوف لاي درجه الدنيا بتكبر عندك الان مش هيختار غيرك مستحيل مستحيل يقول لحاله لا لا انسى هذا الدكتور اللي اللي, إلو اللي إله مثلا اسبوعين برد علي ومحترمني الا انسى انسى خليني اروح ادور على واحد ثاني واتعب اتعب نفسي مستحيل حيلاقيك انت الافضل الافضل انه تحل مشكلته فهاي الفكرة بكل بساطة بدك تعمل الفيز الاول اللي هو انا دكتور والدكتور في بعض الامور اللي لازم تصير مع العميل لانه وعي العميل فيه عالي شوي او وعي العميل فيه مهم شوي وبالتالي الان بدي اعمل فيز بحيث اني اظهر له هاي الامور اطلع افيده اورجيه انه انا اثورتي انه انا استحق انه يخليني في باله تمام ويشوفني اكثر مره لانه هو مهتم بهذا الاشي صح الان الفيز الثاني تعال وريني انك انت بس مهتم يعني انت مبسوط على الكلام ولا انت فعلا حابب انه يكون عندك دكتور زيي صح وهذا اللي بصير لما يفوت وينزل ويشت... ينزل الابلكيشن تبعك او يحط مثلا رقم تليفونه علشان يتابعه او مثلا يرن عليك ويطلبك في استشارة معينة خلاص هو صار عميلك عميلك المهتم او ممكن نسميه البروسبكت تبعك العميل المحتمل تمام لسه ما صار عميل ماشي على راسي لكنه عميل محتمل كبير الان ما عليك الا انه ايش تهتم فيه بس لما يفكر او يصير عنده اشي لانه طبيعة البزنس تبعك هيك ما الواحد بيكونش قاعد يقول يلا خلينا نروح على دكتور، لا لما يصير في إشي بروح على الدكتور. فلما يصير الإشي هذا لا قدر الله انت حتكون أول واحد حيروح عليه، وأنا برأيي أول واحد وآخر واحد حيروح حيرو عليه، لو انت بتعمل الموضوع صح. شكراً جداً أخي على سؤالك وأتمنى أكون أجبته بالشكل الصح.